السلام عليكم ورحمة الله معكم رامي ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله قمت بتجميع اهم التفاصيل والمعلومات التي تحصلنا عليها بعد الحدث الخاص التي قامت به استوديوهات بانجي يوم البارحة بخصوص الكشف الرسمي عن لعبة ديستيني 2 مع العديد من الاستعراضات المرئية والصوتية وبالتحديد الفيديوهات الخاصة باسلوب اللعب ستعود لعبة اطلاق النار المعروفة ديستني بجزء ثاني قريبا بعد الشعبية الكبيرة ونجاح الفائق الذي حققه الجزء الاول هذا وتعتبر ديستني 2 بداية جديدة للسلسلة ولجميع اللاعبين الجدد منهم والقدماء وقد قال مطور اللعبة بانجي ان الجزء الثاني يعتمد على ثلاث عوامل رئيسية اولا عالم جاذب يشد اللاعبين ثانيا نشاطات رائعة للقيام بها واخيرا ايجاد شخص للعب بجانبه اما بالنسبة لنمط قتال اونلاين او نمط لعب الجماعي او بالأحرى كما هو معروف في لعبة ديستيني لكروسبول فقد تم تعديله ليصبح أربعة ضد أربع لاعبين فقط في جميع انماط اللعب الخاصة بهذا الطور تم التأكيد أيضا بأن أحداث النايت فولز والترايلوز والغزوات بالأحرى الريدز ستكون متوفرة لجميع اللاعبين برفقة نظام جديد للعب يدعى بالجايدد جيمز الذي يسمح لمجموعات اللاعبين من التعاون مع محترفين في اللعبة أو لاعبين متمرسين للوصول إلى نهاية حدث ما والمكافأة الخاصة بنهايته ان نسخة الحاسب الشخصي من ديستني 2 سوف تكون متوفرة عبر خدمة الباترنيت الخاصة بشركة بليزرد بدلا من متجر ستيم الذي يعتبر الوجهة الاولى والرئيسية للاعبي هذا الجهاز ولكن لاسباب تسويقية وربحية بحتة تم اختيار هذا الاول من جهة أخرى كشفت بانجي عن المهمة الأولى في لعبة ديستني 2 والتي سوف تكون تحت عنوان هوم كامينج التي تحكي عن هجوم كبير ومباغت لقوات الكبال على البرج وهو لحد ما شبيه كثيرا بذلك الجزء الأول قال مطور اللعبة أن نهاية هذه المهمة ستشهد خسارة قوية لقوات الخير، لهذا سيفقد اللاعبون مدينتهم وقوتهم وأسلحتهم ومخابئهم لقوات ريد ليجن الخاصة بحملة كابال، وقائد هذه القوات هو شخصية تدعى غول، لهذا تتمحور القصة حول إسترجاع حقيقة والقضاء على هذا العدو الشرس. الجدير بالذكر أنه عند اليوم الأول لإطلاق لعبة ديستيني والذي سوف يكون في 8 سبتمبر القادم سوف نتحصل على خرائط جديدة وأنماط جديدة في طور اللعب الجماعي بي برفقة بي 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 مجموعة من السترايكس أو سترايكس وأيضا ريد واحد فقط يعني غزوة واحدة فقط وهذا العدد قابل للتغيير مع المحتويات الإضافية التي سوف تصدر فيما بعد المثير للاهتمام ان في الجزء الثاني من لعبه ديستني هنالك ثلاث منافذ او حجرات للاسلحه الرئيسيه التي تتمتع بمرونه اكبر واكثر من الجزء السابق هذه الحجرات تحمل الاسماء التاليه كناتك انرجي واخيرا باور ويبدو ان اللاعب سيكون قادر على التبديل بين الاسلحه بسرعه وسهوله تامه ويستخدم النوع نفسه من الاسلحه في اكثر من منفذ يحتوي الجزء الجديد أيضا على أصناف أو سوب كلاس جديدة وهي دون بليد لمقاتلي الولاك حيث يتمتعون بقدرة على استدعاء سيف ناري ضخم وإطلاق موجات من النار الحارقة على الأعداء. ثانيا سانتينول لمقاتلي التايتن يعتمد أسلوب قتالهم على درع متين يمكن رميه لإصابة الأعداء بصدمات قوية ومميتة. ثالثا أرك سترايدر لمقاتلي الهانتر يستطيعون استدعاء عصا أو رمح أو شيء من هذا القبيل صراحة مشحون بالكهرباء يقومون من خلاله بضرب الأعداء به بحركات بهلوانية ورشيقة وخفيفة. من جهة أخرى أعلنت شركة بانجي عن نمط لعب جديد في طور البي في بي أو في طور اللعب الجماعي تحت اسم أو مسمى الكاونت داون يقوم اللاعبون فيه بزرع قنبلة في قاعات العدو ووجب عليهم الدفاع عليها ومن بين الأمور والإضافات الجديدة صراحة رقت لي بشكل كبير في هذا الجزء الجديد أن اللاعب سوف يتمكن في جزء ديستيني 2 من تفعيل جميع النشاطات من أي مكان في عالم اللعبة دون الحاجة المطلقة للانتقال إلى وضع معين أو مكان محدد وبخلاف المهمات العادية سوف تحتوي خرائط اللعبة على نشاطات متعددة وكثيرة وكنوز لاستكشافها بالاضافة الى كهوف سرية تدعى بـ Lost Sectors شبيهة بأجوائها بسلسلة ديابلو بالإضافة على ذلك فإن لعبة Destiny 2 سوف تقدم كواكب جديدة وعددها أربعة عند إطلاق اللعبة وهي كل من الأرض التايتن أي أو وأخيرا نيسس هذا وتم تقديم مناطق جديدة من بينها منطقة يوروبين Dead Zone وعلى ما يبدو بأن هذه المنطقة بالتحديد تم حذفها من الجزء الأول أثناء عملية تطويره منذ سنوات هذا ويوجد في اللعبة أيضا عدة مناطق جديدة ومختلفة معظمها صراحة بدأ رائعا ومميزا من خلال ما رأيناه من فيديوهات للعبة Destiny 2 ان جزء جديد من لعبه ديستيني سوف يمتلك نظام اكثر متانه في تشكيل فرق ومجموعات من اللاعبين تحت شعار واسم موحد وستتمكن من الاستمتاع بوجود عدد خيارات امامك لتتحصل على حريه اكبر في التخصيص والتعبير عن فريقك بشكل معين ان النظام الجايدد جيمز الجديد سيسمح للاعب متمرس ان ينضم لفريق من اللاعبين حتى وان لم يكن عضو في هذا الكلان او في هذا الفريق بالتحديد وهذا بهدف مساعدتهم في انهاء بعض الاحداث الصعبه في اللعبه مثل الريدز والنايت Nightfalls الى اخره ولكن يمكن اعتبار هذه الميزه طريقه فعاله في ربط اللاعبين ببعضهم البعض بطريقه اكثر سهوله وانسيابيه من قبل حيث بامكانك البحث عن شخص يريد انهاء مهمه معينه او بالاحرى نشاط معين ان كان لديك نقص في اعضاء فريقك الخاص وترغب في البدء مباشرة باللعب في الاخير سوف يتحصل لاعبو الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 على النسخه التجريبيه للعبه ديستني 2 في صيف 2017 اما بالنسبه للحاسب الشخصي فيبدو ان ديستني 2 لن تصدر في 8 سبتمبر بل سوف تصدر فيما بعد وليس برفقة أجهزة الترفيه المنزلي وذلك بتعلد أن شركة أكتيفيجن تريد أن تجعل لعبة ديستني 2 على هذا الجهاز جهاز الحسب الشخصي بالتحديد نسخة مميزة ومستقلة عن نسخة أجهزة الترفيه المنزلي وقبل أن أختم أردت أن أذكركم بأن لعبة ديستيني 2 على الاكس بوكس 1 والبريسيشن 4 سوف تشتغل بمعدل 30 إطار في الثانية أما بالنسبة للحاسب الشخصي فمعدل الإطارات غير محدود ويمكنك أن تلعب اللعبة بأكثر من 60 إطار في الثانية الواحدة وذلك طبعا استنادا على مواصفات جهازك الخاص هذا وسوف تدعم اللعبة على الحاسب الشخصي دقة 4K كاملة فضلا عن مميزات جديدة أخرى من أهمها الدردشة إذا كان هذا كل شيء أردت أن أشارككم به حول لعبة ديستني 2 وصراحة أنا متحمس جدا لهذه اللعبة فماذا عنكم؟ أخبروني بطبيعة الحال في قسم التعليقات عن شعوركم ورأيكم بخصوص اللعبة بعدما ما شاهدتموه من عشرات الفيديوهات لها يوم البارحة وهنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو مشكورين على المشاهدة أتمنى أن المحتوى أعجبكم وأفادكم ولو قليلا هذا ومن فضلكم لا تنسوا أن تضغطوا على زر إعجاب وتنشروا المقطع وطبعا تشتركوا في القناة في حال أنكم جدد غير ذلك أراكم إن شاء الله عما قريب وفي أمان الله